ما التمرين الثاني دائما سلسلة الشغل والطاقة الوضع الثقلية. بالنسبة لمواضيع التمارين والحل أيضا غنلقاو على موقع أستاذكم.com. عندنا في المواضيع كيقول يوجد طفل من كتلة وأم كتساوي 50 كيلوغرام في بناية تتكون من طبق سفلي وثلاثة طبقات فوق الطبق الأرضي. عندنا هنا هذا هو سطح الأرض، لما الطبق السفلي كيقصدوا به ذاك الطبق تحت الأرضي، وهنا فوق الطبق الأرضي كاين ثلاثة ديال الطبقات أخرى. هذا الطبق الأول، الثاني، الثالث، وهذا السطح. إذا هنا عطونا واحد المحور أو زد، الأصل ديالو جمع سطح الأرض هنا صفر وموجه نحو الأعلى. هنا عطينا الارتفاع ديال كل طبق، إذا الأولي كيتوالف في 4، الثاني كيتوالف في 7، هذا 9.8، والثالث 12.4. إذا هادو المعطيات اللي عندنا، قال لك الكتلة ديال الطفل هي إم كتساوي 50 كيلوغرام. عطاونا شدة الثقل الجي، أنا ما كنظن ما عطاوهاش. إذا ناخدو القيمة اللي عطاونا في التمرين الأول، ناخدو الجي كتساوي 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. زون بالنسبة لكم في الفروض ولا في هاديك، غادي كل أستاذ عطيكم القيمة ديالها. إذن أولا نعتبر سطح الأرض حالة مرجعية طاقة الوضع الثقلية، هذا أمر مهم. فجسم الجزء الأول أولا سطح الأرض هو حالة مرجعية لطاقة الوضع الثقلية. مازال دابا نمشيو لسطح الأرض، شحال الزاد ديالو؟ زاد مع أصل المعلم، الزاد ديالو هو صفر. إذا زاد زيرو الأنسب للحالة المرجعية هو صفر، هذه مهمة بزاف. إذا زاد زيرو الأنسب للحالة المرجعية كيساوي لها صفر. السؤال الأول، فلا أحسب طاقة الوضع الثقلية للطفل عندما يوجد في الطبق السفلي. أولا واحد واحد حساب أوكتيبي للطفل في الطبق السفلي. قلت لنا بالنسبة للطاقة الوضع الثقلية أمر ديال بسيط، أنا قال لي عندنا إذا نعلم أن أو بي بي كتساوي لنا إم في الجي في الزاد، البلاصة فين كاين الجسم، باقي الزاد زيرو ديال الحالة المرجعية. الزاد زيرو عندنا لدينا زاد زيرو كتساوي صفر، لأن الحالة المرجعية خداوها هي سطح الأرض، و الطفل يوجد في الطبق السفلي هو هذا. إذا في موضوع تسمى عطيكم هي ناقص 2.8. هذا هو الطبق السفلي. إذا في الطبق السفلي الأنسب ديالو شحال؟ هو ناقل 2.8. إذا زاد البلاصة فين كاين الجسم هي ناقل 2.8. إذا الأمر الآن بسيط، أو بي بي طاقة الوضع الثقلية نسميها مثلا واحد غتساوي لنا إم في جي في ناقل 2.8 ناقل صفر. مثلا الام في الجمع عوضهم القيم ديالهم. اذا الكتله ديال الطفل هي 50، الشده الثقلية كنا ناخذ 9.8. اذا في الحاله تقول لنا طاقه الوضع الثقليه للطفل في هذا الطبق السفلي هي ناقص 1372 جول. ومنطقي هذا الناقص لانه الجسم تحت الحاله المرجعيه، الحاله المرجعيه هنا هنا الصفر. اذا الجسم ماشي يكون فوق الحاله كتكون عنده طاقه الوضع الثقليه موجبه، فاش كيصبح تحت الحالة المرجعية كتكون طاقة الوضع الثقلية سالبة. إذا النتيجة هذه مقبولة مبدئيا من حيث الإشارة. السؤال الثاني جوج واحد، إذا حساب طاقة الوضع الثقلية إنما يكون في الطبق الثاني، إذا الحساب أو بي بي جوج للطفل عندما يكون في الطبق الثاني. إذا بالنسبة للحالة المرجعية ما صغيراتش، إذا لدينا أو بي بي العلاقة ديال طاقة شدة الطاقة الوضع الثقلية كتساوي لها إم في الجي في الزاد البلاصة فين كاين الجسم ناقص زاد زيرو البلاصة الحالة الأنسب للحالة المرجعية. عقليا مزيان، البلاصة فين كاين الجسم نحيد منها الزاد ديال البلاصة اللي فين ديال الحالة المرجعية. إذا من خلال المعطيات، إذا الزاد صفر عطاو عندنا هي صفر لأن حتى الحالة المرجعية اختاروها هي سطح الأرض. والطبق الثاني هو هذا، هذا هو الطبق الثاني، شحال الزاد ديالو هي 7. و ندير زاد جوج و بي بي جوج، زاد جوج غتساوي لنا 7. إذا أو
بي جوج كتساوي لنا الكتلة هي 50، شدة التقاعد 0.8 في البلاصة في كاين الجسم هي 7 متر لأن الطبق الثاني ناقص الأنسب الحالة المرجعية هو 0. إذا درتو التطبيق العددي غتلقاو بأن بي بي في الموضوع الثاني هي 3430 جول، وقصرها إشارة موجبة، إذا الأمر منطقي، وكان خرجت سالبة خصني نعاود الحساب، لأن الجسم هنا كيتواجد فوق الحالة المرجعية، إذا الطاقة الثقلية ديالو غتكون موجبة. الآن قد نعتبر الطبق الثاني مرجعا لطاقة الثقلية، إذا فين الطبق الثاني هو هذا، إذا هذا هو المرجع للحالة المرجعية، يعني اختاروا هنا أو بي بي كتساوي صفر. إذا زاد زيرو البلاصة فين كاين الحالة المرجعية، شحال الزيد ديالها هي 7، لما هنا كنخرجوا من زاد زيرو كتساوي لنا 7. هذا اللي انا مهم، وانا غير كنحددوا لي الحاله المرجعيه كنبحث على الزد ديالها باش كنكون سهلت عليا العلاقه. السؤال الثاني، الحاله المرجعيه لطاقة الوضع الثقالية هي او بي بي، وهي الزد هي الطبق الثاني، هي الطبق الثاني، اذا الزد زيرو تساوي لنا 7 متر. صافي، الآن نشوف شنو مطلوب منا، احسب طاقة الوضع الثقلية عندما يكون الطفل في الطبق السفلي ثم في الطبق الثالث. نفس الطريقة، أول جوج واحد، حساب أو بي بي للطفل عندما يكون في الطبق السفلي. نكتب العلاقة ديالي هنا، ها هي، نعلم أن أو بي بي هي هذه. إذا هنا أو بي بي نسميها هنا واحد بالنسبة في الحالة الثانية في التمرين السؤال الثاني، هذه أول طاقة راح نحسبها فيه، إذا غتكون يا إما في الجهة في الزاد واحد البلاصة اللي كاين الجسم ناقص زاد زيرو. لدينا زاد زيرو الحالة المرجعية قلنا هي هذه، هي الطبق الثاني، إذا الزاد ديالها كيساوي 7. و زاد واحد شنو هي البلاصة اللي كاين الجسم؟ هو الطبق السفلي، الطبق السفلي الزاد ديالو هي ناقص 2.8، ناقص 2.8 متر. من هذا نعوض الآن، إذا أو بي بي واحد يعني طاقة الوضع الثقالية عندما يكون الجسم في الطبق السفلي مع اعتبار الطبق الثاني وحالة المرجعية. ده هنا بدل ما سولتكم قلت لكم كيفاش تكون الطاقة هذه موجبة ولا سالبة؟ صحيح غتكون سالبة، علاش؟ لأن الجسم راه كاين تحت الحالة المرجعية، غتكون هي ام 50 في الجي هي 9.8 في زاد واحد هي ناقص 2.8 ناقص زاد زيرو الحالة المرجعية ناقص 7، إذا هي كتساوي لنا شوفوا نقارن لنا شحال خرجات ناقص 4802 جول. وكنأكد بأن التطبيقات العددية خصكم تحققوا منها، والاحتمال ديال الخطأ ديالي فيها وارد، واضحين. السؤال الثاني دائما الجزء الثاني السؤال الثاني قالك عندما يكون الطفل في الطبق الثالث، نفس الطريقة، السؤال جوج جوج، حساب أو بي بي جوج، طاقة الوضع الثقلية للطفل عندما يكون في الطبق الثالث. إذا نكتبو العلاقة ديالنا، لدينا نفس العلاقة أو بي بي جوج كتساوي لنا أم في جي في زد جوج ناقص زد صفر، من خلال المعطيات، من خلال المعطيات زد زيرو الحالة المرجعية هي الطبق الثاني، إذا زد هنا هو 7 متر، و زد جوج بلاصة في كاين الجسم كاين في الطبق الثالث، إذا شحال زد ديالو هي 9.8، إذا العلاقة شنو غتصبح؟ نعوض هنا، إذا الكتلة هي 50، شدة التقاعد 0.8، البلاصة فين كاين الجسم هي الطاقة الوضع هي الطبق الثالث، إذا الزد ديالو 9.8 ناقص الحالة المرجعية هي 7. إذا غتديرو التطبيق العددي غتلقاو بأن القيمة ديال أو بي بي في هاد الحالة هادي هي 1372، كتلاحظو بأنها موجبة لأن الجسم يوجد فوق الحالة المرجعية.